هاي ما هاي مالك؟ انتي مش عارفة؟ هو لسه زعلان؟ من ساعة ما جيت ما خرجش من المكتب ولا أكل. ما انتي بصراحة بتهرجي يا ماما، أنا جيت الصبح لقيت البيت يضرب يقلب، تراب في كل حتة وأطباق في المطبخ، وانتي عارفة إن البنت مسافرة. على فكرة ده ما حصلش غير امبارح، أنا كل يوم بخرج بدري وما بتأخرش عليه، بابا اللي عايز يعمل محبة أوب، أز يوجوال يعني. طيب خلاص، كملي تجهيز الأكل وتعالي نقعد ناكل مع بعض. أولموست دان خلاص. أوكي، هروح أنادي. بس حيلي قولي لمامي عاملة لك شوربة اللي أنت بتحبها. حاضر. أنا قلت مش هاكل. بابا. الله، أخرت عليا كده ليه؟ أنا آسفة، كان عندي شغل. بقول لك أنا جعانة، يلا ناكل. أيوه. يلا ننزل ناكل في اي حته. ننزل ناكل ايه؟ تعالى ناكل هنا مع بعض. امك فين؟ جعانه ومستنياك كمان. لا، هاتي الاكل هنا في المكتب. هنا ايه بس يا بابا؟ تعالى نقعد ناكل مع بعض، بقالنا كتير قوي ما كلناش مع بعض، وبعدين ليك عليا يا سيدي ان انا هقعد معاها وادي لها كلمتين في عضمها واقول لها يا ست بطلي جنان. احترمي نفسك يا بنت، دي برضه امك. اوان حنيت، والله العظيم انت قلبك حنين. طب يلا بقى. يلا. على فكرة بقى أنا عاملة لك السوب اللي أنت بتحبها، أحط لك؟ أنا اللي هغرف لنفسي. طب خلاص أنا هقول. لا، في إيه يا ماما؟ بابا زعلان عشان انتي سايباه لوحده، وهو متعود كل يوم يصحى الصبح يلاقيكي، وانتي مش موجوده بقالك كام يوم. بابا زعلان عشان مفيش حد يعمل له القهوه ولا يجيب له الجرنان، ولو في ميد موجوده كان زمانه ما زعلش ولا اي حاجه، صح ولا انا غلطانه؟ صالحني بقى. خلاص يا ماما، انا هاجي كل يوم اشوف طلباته. وشغلك؟ مش مهم، هاجل مواعيدي شويه عادي يعني. هو انت الشغلانه بتاعتك دي هتخلص امتى؟ بعد بكره. طب خلاص هروح معاكي. قول كده بقى، الموضوع مش موضوع طلبات، ده موضوع حب وعشق وله وهيام واشتياق. عموما انا هسيبكم لوحدكم وهخلص وامشي على طول. بنت بقول لك ايه؟ على فكره يا حبيبي انا ممكن ما اروحش بعد بكره خالص، ولا يهمك عشان ما تزعلش يا كوكي. اصل البيت مش بيت، مش عشان القهوه والجورنال والمواعيد. بيت مش بيت عشان انت مش في البيت. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. انا لو لقيت حد يحبني الحب ده طول العمر والله العظيم ما اسيب البيت. قولي لها يا بنتي عشان تعرف. بابا انت عمرك خنت ماما؟ لا طبعا. انا مش عرفني. انت لو خانك كنت هتحسي، انت اصلا عندك قرون استشعار. أنا أول ما ستات كده ما يريحونيش كانوا يقربوا منه كنت أبعدهم عنه على طول، بس أكيد في ستات ظهروا في حياته وأنا معرفش عنهم حاجة، بس مصيره يقع. أنا قلت عمري ما خنتك، مش مصدقاني؟ لو كنت خنتها كنت هتقول لها؟ لا طبعا. وأنت لو كان قالك كنت هتسامحيني؟ جامي، بس كنت دايما أضحك عليه وأقول له قول لي لو عندك حاجة كده ولا كده ولا في أي حاجة قول لي عشان أوقعه في شر أعماله. في حاجات ما بتتقالش مهما كانت صراحتك. يعني انت عملت وما قلتش. انا قلت لك ما عملتش حاجه، انت مش مصدقاني. وانا مش عارفني ما بتضحكش عليا. هو انا بخرج من البيت؟ احنا هنستهبل؟ انا بتكلم عن زمان. هو في ايه؟ انت اللي في ايه؟ طيب اوكي انا هسيبكم وامشي. الا يعني انت تيجي وتولعيها وتمشي؟ اعمل لكم ايه يعني؟ ما تجيش تاني. كده يا بابا؟ ايوه كده. لا يا حبيبتي تعالي في اي وقت. وريني بقى مين اللي هيفتح لك. انا اللي هفتح لها. طب انا ماشيه بجد، سيبكم لوحدكم. باي باي. لا برد. حلو. لا بطل عند بقى الشوربه. ما بتاكلها ليه؟